السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير. النهاردة عندنا درس جميل جدا بيتكلم عن خلق. طب احنا دلوقتي بقينا بنتكلم عن الأخلاق، يبقى أول حد نتعلم منه الأخلاق هو مين؟ ربنا قال لنا وإنك لعلى خلق عظيم. مين هو اللي على خلق عظيم؟ مين أحسن أخلاق في الدنيا كلها؟ طبعا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، أخلاق سيدنا محمد اللي كلنا بنتعلم منها، اللي كلنا عايزين نقلدها عشان نبقى زيه. طيب خلق النهاردة بيتكلم عن إيه؟ عن أخلاق الرسول بس مع أهل بيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني أحسن حد فيكم اللي بيعامل أهله أحسن معاملة. والرسول صلى الله عليه وسلم في حد أحسن منه؟ لا طبعا، هو أحسن واحد فينا. طيب كان دايما بيعامل أهله أحسن معاملة، كان دايما كل الخير بتاعه لأهله الأول، بيشوفهم محتاجين حاجة عايزين حاجة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في خدمة أهل بيته، يشوفهم محتاجين حاجة، مش كان بيقول خلاص أنا عندي حد يعمل الشغل ده فخلاص ماليش دعوة، لأ كان طول ما هو قاعد كان بيساعد أهل بيته، بيشوفهم محتاجين ايه. وكان رحيم، كان رحيم حتى بالأحفاده، أحفاده الصغيرين الحسن والحسين، كان بيحبهم ويبقى رفيق بيهم ورحيم بيهم. فعشان كده عايزين نتعلم الخلق ده من سيدنا محمد، ان احسن حد نعمله في الدنيا كلها هم اهلنا قرايبنا. احنا بناخد حسنات لو عملنا كل الناس كويس، لكن لو عملنا قرايبنا واهل بيتنا كويس دي ليها ثواب اكبر عند ربنا. يعني ما ينفعش مثلا ابقى طول اليوم بلعب مع اصحابي واجي ومبسوط وبضحك وكل حاجة، واول ما اروح البيت ماما تطلب مني طلب عادي جدا، ممكن اساعدها، انا ساعتها في اي حاجة اتضايق واغضب واقول لا انا مش عايزه اعمل كده، انا مش قادر، تعبان، واكشر في وشها. لا طبعا، انا زي ما باخد حسنات ان انا ابتسم في وش اصحابي، انا باخد حسنات اكتر لما اساعد مامتي وابتسم في وشها. طيب ماما بس؟ لا طبعا، اهل بيتنا مش لازم ان هو يبقى ايه حد عايش معانا في نفس البيت، بس برضو الناس اللي عايشه معانا في البيت وناس قرايبنا. يعني دلوقتي جدتي لما تطلب مني طلب اروح اعمله لها، ما ينفعش اقول لها لا انا مش عايزه اعمل حاجه او مش قادر اجي اقعد معاكي دلوقتي. جدتي بتحبني عايزاني اقعد معاها، عايزه تكلمني، عايزه مني طلب، لازم اعمله لها. جدي برضو مش لما يطلبني اساعده في حاجه اقول له لا انا مش قادر دلوقتي، لا انا باخد حسنات لما بساعد ايه قرايبي وجدي وجدتي مخصوص. طيب دلوقتي اخويا واختي في البيت، اختي مش كل شويه اتخانق معاها؟ لا دلوقتي لو صاحبتي بقعد العب معاها واديها لعبي واخد لعبها ونلعب مع بعض ببقى مبسوطه معاها. اختي برضو اولى، انا باخد منها حسنات اكتر. اخويا لما يطلب مني حاجه اساعده فيها، مش هاجي اقول لا خلاص انا مش عايز اساعد حد، لا ده اخويا يعني اكتر حد اللي هو المفروض عامله كويس، المفروض ابقى رحيم بيه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيم. اخد من اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب اهل كل قرايبنا كل اهلنا نعاملهم معاملة كويسة، خيركم خيركم لأهلي، بس الرسول صلى الله عليه وسلم خاص اتنين هم دول اللي بناخد بقى عليهم اكبر ثواب، اللي ربنا دايما كان بيتكلم عنهم في القرآن وبيقول لنا لازم تطيعوهم ولازم تسمعوا كلامهم، حتى لو كلامهم مش عاجبنا لازم ايه نسمع ونقول حاضر. مين دول؟ تعالوا نشوف النهارده قصة عمر واحنا هنعرف مين دول. في يوم من الأيام عمر كان راجع من المدرسة وكان شكله غضبان جدا. مامته سألته ماذا بك؟ لماذا أنت حزين؟ قال لا أريد أن أذهب إلى هذه المدرسة مرة أخرى. لماذا؟ ماذا حدث؟ لم يرد عليها وتركها وذهب. فظلت أمه حزينة، فقال الجد ماذا حدث؟ لماذا أنت حزينة؟ قالت الأم أعاد عمر من المدرسة ولم يجبني عندما تحدثت له وذهب وتركني. مريم أخته قالت إيه؟ سأتحدث معه، سأدخل له الغرفة وأتحدث معه. بالفعل مريم دخلت الغرفة وتحدثت معه. أول ما دخلت الغرفة لقيت عمر بيبكي، قالت له يا عمر لماذا تبكي؟ ماذا حدث لك؟ عمر قال لها لا أريد أن أذهب إلى تلك المدرسة مرة أخرى، إني أريد أن أعود إلى مدرستي القديمة، الأولاد في المدرسة الجديدة يسخرون مني ويهزؤون بي، لا أحب تلك المدرسة. فمريم قالت له إيه؟ قالت له لقد نقلنا إلى هذه المدرسة لأنها قريبة من منزلنا الجديد، لكن أتتذكر درس بر الوالدين الذي تعلمناه؟
قال نعم أتذكره. قالت له هيا فلنذهب إلى أمي لكي تعتذر لها وتسامحك. قال نعم عندك حق. وبالفعل ذهب عمر ليعتذر إلى أمه وليقبل رأسها، وعندما ذهب إليها قال لها أعتذر لك يا أمي عما حدث مني ولن أكرر ذلك مرة أخرى. فقالت الأم لقد سامحتك يا عمر، وهيا الآن نفكر معا في حل تلك المشكلة التي تضايقك. وبالفعل كلهم قعدوا يفكروا في حل المشكلة دي. بعد ما خلصوا كلام عن المشكلة دي، الجد قال لمريم أحسنت يا مريم لتذكيرك عمر معنى بر الوالدين. فقالت مريم لقد حدثنا المعلم عن بر الوالدين وعن أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا عن بر الوالدين. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يسأله من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك. يعني الرسول جاله راجل وبيقول له يا رسول الله مين أحسن حد المفروض أعمله كويس، قال له الرسول أمك. قال له ثم من مين بعد كده، يعني دلوقتي أنا هعمل أمي كويس مين تاني هعمله تاني كويس، قال له ثم أمك. قال له ثم من مين كمان، قال له ثم أمك. يبقى دلوقتي أكد على الأم 3 مرات. قال ثم من، قال ثم أبوك. طب الرسول صلى الله عليه وسلم أهو هو اللي بيقول لنا إن أكتر 2 بناخد منهم حسنات لو عملناهم كويس بابا وماما. والأم كررها 3 مرات، يعني بر الوالدين ده ضروري جدا جدا جدا. طيب الرسول ليه قال الأم 3 مرات؟ هي الأم بتعمل ايه؟ مين بيحمل فينا وبيشيلنا في بطنه 9 شهور؟ هي الأم. طيب ماشي لما بنكبر شوية مين بيأكلنا ومين بيفضل معانا، احنا لسه ولا عارفين ناكل كويس لوحدنا ولا عارفين نمشي لوحدنا، مين بيساعدنا في المشي مين بيساعدنا في الأكل، هي ماما. طب لما بنكبر بقى وبنعرف ناكل مين بيحضر لنا أحسن أكل وبينقي الأكل الصحي اللي بيخلينا أقوياء، هي برضو ماما. طب دلوقتي خلاص احنا كبرنا، دلوقتي احنا انتوا كبار خلاص، بس لا بس ماما لسه بتقعد معاكم تذاكر لكم وتشوفكم عايزين محتاجين تلعب معاكم، ماما لسه بتعمل حاجات كتير جدا. طيب دلوقتي لما بنتعب مين بيسهر جنبنا بالليل، هي برضو ماما. طيب معنى كده بابا ما بيعملش حاجة؟ لا بابا بيعمل حاجات كتير جدا. طول الوقت اللي ماما معانا فيه بالبيت بابا قاعد شغال وعمال يشتغل، ممكن حتى بيرجع متأخر جدا جدا عشان بس يشتغل ويقدر يعيشنا عيشة كويسة. هو ده الأب، هو طول اليوم تعبان وشقيان في الشغل ماشي، ولما بيرجع ساعات بيقعد يعلمنا حاجات جديدة أو يورينا أفكار جديدة. ولو ما بنحتاج نصيحة من حد، أكتر حد ممكن ينصحنا كويس هو بابا. أكتر حد خايف علينا وعايز نبقى أحسن ناس هو بابا، اللي ناخد منه النصيحة وإحنا واثقين إن بابا فعلا بيحبنا. وبابا هو اللي بياخدنا للصلاة وبيعلمنا الصلاة في المسجد، ده هو برضو. طيب بابا برضو لما بيبقى عنده وقت بيعلمنا حاجات جديدة منقدرش نعملها لوحدنا. هو بابا وماما بيعلمونا كل حاجة وبيحبونا. طيب يعني دلوقتي الرسول وصانا بالحاجات دي كلها في الأب والأم عشان هم هو بيقول لنا ان هم بيعملوا كل الحاجات دي. طب احنا بقى المفروض نعمل ايه؟ يعني بابا وماما بيعملوا لنا كل الحاجات دي، احنا هنعمل ايه؟ احنا هنبرهم. بر الوالدين يعني دلوقتي حاجات بسيطة جدا، لما ماما تعمل لي حاجة كويسة اشكرها، اقول لها شكرا يا ماما جزاك الله خيرا، حتى لو عملت لي اكل كويس بس اقول لها شكرا تسلم ايدك، مش خلاص اكل واقوم امشي، لا انا قاعد باكل واشكر ماما عشان تحس ان هي عملت حاجة حلوة. بابا لما يرجع من الشغل اقول له شكرا يا بابا انا مبسوطة انك رجعت، احسسه ان هو فعلا ان انا مبسوطة ان هو رجع من الشغل، ان هو بيتعب عشاننا. ده بر الوالدين، هو ده بر الوالدين. انا ابين لبابا قد ايه ان انا بحبه، هو هيتبسط جدا. لما ماما يساعدها في تنظيف الشقة وان هي محتاجة اي حاجة ساعدها فيها، مش هسيبها اقول بقى خلاص ماما هي اللي هتنظف، لا بر الوالدين انا اخفف عنها تعبها شوية. لما الاقيها بتحضر اكل اجهز معاها السفرة، مش هسيبها لا عادي ما انا ماما هتحط الاكل وماما هي اللي هتشيله، لا انا ساعدها احط معاها الاكل واشيل الاكل، حاجات بسيطة خالص لما تحتاج مساعدتها ساعدها. واكتر حاجة طبعا بتفرح ماما وبابا وتحسسهم ان هما بيعملوا
المجهود ده ويلاقوا مننا نتيجة لما يلاقونا قاعدين بنذاكر. ده بر الوالدين، يعني المذاكرة اللي احنا بنذاكرها دي بر الوالدين، مش نخليهم تعبانين ده كله وفي الاخر برضو ما نذاكرش. لا، هما بيعملوا مجهود كبير، فعايزين يشوفوا قد ايه احنا بنرد المجهود ده او بنذاكر ازاي عشان يبقوا هما مبسوطين. هو ده بر الوالدين الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بيه. عايزين كلنا نتعلم من قول الرسول ده، كلنا لازم نعامل ماما وبابا كويس جدا، لازم نبرهم، عايزين ناخد حسنات كبيرة جدا 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 وكتير قوي قوي من ده. حاجات بسيطة لما ماما وبابا يبقوا تعبانين نساعدهم، نشوفهم محتاجين ايه، مش نقول ما ينفعش حد يزعق لماما وبابا او يكشر في وشهم. كلنا يا اصحابي لازم نعامل ماما وبابا احسن معاملة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا. اترككم في رعاية الله، اتمنى لكم كل الخير.